مصر بتشهد حالياً ارتفاع جنوني في سعر الذهب، ومن بداية 2023 وسعره طالع وما بينزلش، ده غير أنه وصل لأرقام قياسية ما حصلتش قبل كده في تاريخ مصر، زي أنه في شهر واحد يزيد سعره أكتر من 400 جنيه. يا ترى إيه السبب في الزيادة التاريخية دي؟ وهل الحرب في السودان لها علاقة بارتفاع سعر الذهب؟ ده اللي هنعرفه مع بعض بالمختصر. الأزمة الاقتصادية اللي بتمر بيها مصر بقالها سنين وفقدان ثقة المصريين في عملتهم بعد انهيار الجنيه وخسارة مدخراتهم خلتهم يبحثوا عن بدائل تحفظ قيمة فلوسهم. البدائل دي عادة بتكون ذهب أو دولار، وطبعا لأن الدولار مش متوفر وفي تجديد على امتلاكه فما كانش قدامهم غير الذهب كملاذ آمن عشان يدخروا فيه فلوسهم، خوفا من الغطس اللي كل شوية الجنيه بياخده وما يقبش منه تاني. ولأن الذهب زيه زي أي سلعة سعرها بيتأثر بالعرض والطلب، فده عامل مهم ما ينفعش نتجاهله في الزيادة اللي حصلة دلوقتي. كمان نقص المعروض من الذهب بسبب قرار الحكومة منع استيراده نتيجة للعكس في العملة الصعبة في مصر خلق سوق مقفول للذهب في البلد، وبقى التجار معتمدين على التهريب واللي كان أغلبه بيجي من السودان، واللي بعد اشتعال الحرب فيها حجم الأزمة زاد والسوق اتعرض للاحتكار وما بقاش مفهوم على أي أساس بيتم تسعير الذهب كل يوم. الكلام ده عبر عنه خبراء الاقتصاد أكتر من مرة وقالوا إنه في مجموعة هي اللي بتمتلك الذهب وهي المتحكمة في تحديد سعره. تسعير الذهب زي ما بيخضع للعرض والطلب بيخضع كمان لسعر الدولار بحكم إنه سلعة عالمية، عشان كده عجز الدولار وعدم ثبات سعره بسبب وجود فجوة كبيرة بين السعر في البنوك والسعر المتداول في السوق السوداء مخلي التسعير بتاعه بيتغير كل يوم. يعني في الوقت اللي الدولار فيه بيعمل في البنوك حوالي 31 جنيه فسعره في السوق السوداء تخطى ال 40 جنيه، ده غير بقى انه تجار الذهب مقيمين سعر الدولار على حوالي 47 جنيه. كمان عشان نفهم ارتفاع سعر الذهب المخيف في مصر بقى عامل ازاي، خليني اقولك انه في 4 شهور بس وتحديدا الفترة من يناير لابريل 2023 سعر الذهب عيار 21 زاد حوالي 1200 جنيه عشان يوصل ل 2800 جنيه قبل ما يرجع تاني ويستقر عند 2650 جنيه، في حين ان جرام الذهب لحد 2021 كان سعره حوالي 850 جنيه بس. يعني الزيادة اللي تمت في كام شهر بس تجاوزت سعر الجرام نفسه على مدار 24 سنة، ده غير انه السيسي لما وصل للحكم استلم البلد وسعر جرام الذهب فيها 235 جنيه، والنهاردة بعد 9 سنين من حكمه وصل سعره ل 2800 جنيه، يعني زاد حوالي 12 ضعف. والمصريين لا بقوا عارفين يحتفظوا بفلوسهم جنيهات ولا يشتروا بيها دولار ولا حتى يدخروها ذهب.